تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق عملي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، وفي الإعداد الأستاذ يوسف سعد، ودائما وأبدا مخرجنا المتألق أيمن سرحيل. أستاذ أيمن صباح الخير، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أذكركم تواصلكم مهم معنا خلال هالفترة، ومثل ما تعرفون إحنا دائما برنامج صحة وسعادة معني بالمعلومات اللي تفيدكم والمعلومات اللي تخص صحتكم وسعادتكم. طبعا مشاركتكم ومشاركاتكم مهمة خلال هاي الساعة معنا، وتواصلكم أيضا مهم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، ويا مرحبا بكم وسهلا. مستمعينا الأعزاء، اليوم فقراتنا طبعا متنوعة، عندنا فقرة التوعية، بنتكلم طبعا عن موضوع مهم جدا، تقوية المناعة. ولكن مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم أول فقرة من فقراتنا لهذا اليوم عن السوشيال ميديا، وبتكون معانا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك أختي أسماء. ناخذكم في جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. مثل ما تعرفون أن الوسم ما زال ترند على مستوى العالم، اللي هو كوفيد وفيروس كورونا. حاليا وايد أشياء مفروض نسويها، خصوصا ان احنا لازم نكون في بيوتنا ونقول خليك في البيت، لكن حتى لما نكون في البيت هناك في اشياء لازم نسويها. يعني التباعد الجسدي جدا مهم، او التباعد الاجتماعي، ان وهذا مو يعني نحن مو مع بعض او مو علاقتنا قويه مع بعض، لكن لان نحن نحب الطرف الثاني لازم يكون شوي يعني ديستنس بيننا او مسافه بيننا وبين الطرف الثاني. آداب الاستعارة والعطاس وايد مهمة، حتى لو كان شخص في بيته. فلما نقول آداب العطاس يعني مو بس قدام الناس، حتى وانت في البيت إذا كحيت لازم الحق الذراع، إذا يعني هالأشياء لازم تسويها داخل البيت برا البيت. حتى يعني غسل اليدين وايد مهم، التعقيم تستخدمه إذا ما كان الصابون والماء متوفر. فبعض هاي بعض النصائح المهمة اللي لازم الناس تنتبه لها، واللي هي موجودة أيضا في حساباتنا. أيضا كيف ممكن الشخص يستفيد من خدمة دوائي، نحاول الخدمات الموجودة، هاي خدمات موجودة من زمان لكن تساعد الجميع أن ما يطلعون من البيت إلا للضرورة القصوى. يعني أدويتهم ممكن توصلهم البيت، إذا محتاجين أي شيء ممكن يتواصلون مع طبيب لكل مواطن، والطبيب راح يحط لهم الوصفة في النظام عشان توصلهم البيت. فهاي خدمات كلها موجودة في هيئة الصحة، نتمنى من الجميع أن يستفيدون منها وما يطلعون من البيت إلا للضرورة القصوى. نعم أختي أسمن، هاي نقطة مهمة جدا، لأن تعرفين موضوع يعني وجود الكل في البيت اليوم، في احتمال في بعض الناس ممكن يعني إحاتي أني أنا عندي موعد في المستشفى أو أدويتي بتخلص. فمثل ما ذكرتي أن اليوم الحمد لله رب العالمين في هيئة الصحة بدبي عندنا تطبيق طبيب لكل مواطن، ممكن يتصلون على الرقم
ويستفسرون من الطبيب عن حالتهم، وأيضا مثل ما ذكرتي موضوع الخدمة اللي موفرت لنا هيئة الصحة بدبي، خدمة دوائي حتى لو احتاجوا أدوية توصلهم لين البيت، فما في داعي إن حد يحاتي إن خلصت الأدوية وما يعرف شو يسوي، فالأدوية بتوصل لين البيت. يعني عندهم فعلا نحن دائما يوميا قاعد نحط نجوع من النصائح اللي راح تفهم كلهم، ونتمنى منهم من يتواجدون في حساباته وما ياخذون المعلومات الا من المصادر الرسميه مثل وزاره الصحه والهيئات الصحيه المحليه، هم يعني الجهات المعنيه في معلومات طبيه. نتمنى ايضا ان وصلتنا بعض الاشياء اللي منتشره في الواتساب، نتمنى من الجميع ان ما يداول اي شيء هو مو متأكد منه أو مو موجود من مصدر موثوق. ودمتم بصحة وسعادة. الله يسلمك، شكرا أختي أسماء، ودمتي بالصحة والسعادة. شكرا مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء بأن اليوم دور التثقيف مهم جدا، وجودنا في البيت أرجع وأقول سبب في نجاح عمل الفرق اللي موجودة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا التوعوية الثانية بتكون معانا أختنا والأستاذة هنادي حسني، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، وموضوعنا اليوم عن أغذية تقوي المناعة. ومثل ما تعرفون مستمعينا جميعا بأن كل ما كانت مناعة جسم الإنسان عالية معناته أنه صحة العامة بشكل جيد، فمهم جدا بأن نحن نعرف ما هي الأغذية التي من خلالها نحن نقوي مناعة الجسم. فخلونا ناخذ الأستاذ هنادي حسني. صبحت الله بالخير أستاذ هنادي. أخ عبد الله، صباح الخير أخ عبد الله. الله يحييك. اليوم طبعا راح نتكلم على الأغذية اللي مفيدة كتير لجهازنا المناعي. هلا أول شيء نتكلم عن الجهاز المناعي، هو خط الدفاع الأول في الجسم اللي بيحمينا من كتير من الفطريات وبكتيريا وفيروسات. هلأ من الطبيعي أنه أي إنسان سليم ممكن ينصاب مرتين إلى ثلاث مرات المعدل المتوسط في السنة، لكن إذا الشخص كان يعاني من نزلات برد بشكل متكرر وأكثر من المعدل الطبيعي فبيكون عنده مشاكل في جهازه المناعي. هلأ مين أكثر الفئات العمرية اللي بيعانوا من ضعف في جهاز المناعة؟ هم كبار السن، لأنه مع تقدم العمر بتضعف عندهم كافة الأجهزة ومن ضمنهم جهاز المناعة. كمان الأشخاص اللي بيعانوا من سوء تغذية، سواء كان بزيادة أو نقصان الوزن أو إنه ما كانوا بيتبعوا نظام غذائي سليم متوازن، كمان ممكن يأثر هذا على مناعتهم. والأشخاص كمان اللي بيعانوا من حساسية الأغذية كمان، لأنه أطعمتهم بتكون بتقتصر على أغذية معينة، بالتالي ممكن يتعرضوا أو هذا بيشكل عبء على جهازهم المناعي. كمان الأطفال والحوامل عرضة إنهم يكون عندهم نقص مناعة، والأشخاص اللي بيتبعوا نظام غذائي أو رجيمات قاسية أو خاطئة، مثلا بيقتصر على تناوله على مادة غذائية معينة طول اليوم، بالتالي هو حذف كتير من العناصر الغذائية المهمة اللي بتدعم جهازه المناعي. نعم أستاذة هنادي، بخصوص موضوع التقوية المناعية، نحن طبعا اليوم وأنتوا يعني أهل الاختصاص دائما تنصحون الناس بتقوية المناعة، نبغي نركز في موضوع الغذاء اللي ممكن من خلاله أن الإنسان يقوي مناعته. فهل أستاذة هنادي أنت يعني في وجهة نظرك المكملات الغذائية اللي موجودة اليوم هل هي ضرورية أن ممكن الإنسان يلجأ إلى الصيدلية ويأخذ مكملات غذائية على أساس أنه يرفع مناعة جسمه، ولا أو أنه يعني ممكن من خلال الوجبات اليومية اللي يأخذها في البيت ممكن أنه يرفع من مناعة الجسم؟ هلا بالنسبة للمكملات الغذائية هي متوفرة بكثرة في الأسواق وجميع أشكالها، فيتامينات ومعادن، لكن إحنا دائما بنفضل أخذ كل هاي العناصر بشكلها الطبيعي. ليه؟ لأنه قدرة
الجسم على امتصاص العناصر والفيتامينات والمعادن من نعم مصادرها الطبيعية بتكون أعلى، اللي هو بنقولها البيو افيلابيليتي، الموجودة بالمصادر الطبيعية بتكون أسرع قدرة امتصاص الجسم من اللي هي المكملات الغذائية الموجودة في الأسواق. وكمان أخ عبد الله، هلأ إحنا لو تناولنا لو كان كميات بسيطة فإحنا ممكن نلبي خاصة المعادن والفيتامينات، لو تناولنا لو كميات بسيطة من العناصر الغذائية والمجموعات الغذائية بنلبي احتياجاتنا من هاي العناصر، ومش بحاجة لأخذ مكملات غذائية، وخاصة إذا كان أكلنا متوازن فإحنا بنكون غطينا كافة العناصر الغذائية اللي بتقوي المناعة. هلأ من هاي العناصر راح أتكلم أنا هلأ على الأغذية والعناصر اللي مهمة لجهاز المناعة. من أولها اللي هي فيتامين سي. فيتامين سي بيزيد من إنتاج الخلايا البيضاء اللي بتساعد على مكافحة العدوى، وبتزيد من الأجسام المناعية المضادة. هلأ فيتامين سي الجسم للأسف ما بيقوم بتصنيعه ولا تخزينه، مشان هيك توجب علينا تناوله بشكل يومي بكميات كافية. هلأ تناول برتقالة واحدة في اليوم، برتقالة أو أي نوع من الحمضيات كفيل بأنه يغطي 75% من احتياجات الشخص من فيتامين سي. نعم هلأ مثل ما قلنا سواء تناول يوسي أو البرتقال أو الجريب فروت أو الكيوي أو الفراولة، أو ممكن كمان من الخضروات الورقية الخضراء، البروكلي، السبانخ، كلياتها فيها فيتامين سي، بالتالي هو ما في داعي ياخذ فيتامين سي على شكل سبلمنت أو مكملات غذائية، لأنه حيلبي احتياجاته من الغذاء. يعني أستاذ هنادي، قصدك الأقراص الفوارة، يعني حسب كلامك بأن البرتقال الوحدة ممكن يعني تعطي للإنسان يعني تقريبا فوق ال 65 ل 75% نسبة الفيتامين سي اللي يحتاج إلى جسمه، بالإضافة إلى الأشياء الثانية اللي ذكرتيها. فما أتوقع أن اليوم حتى يعني يحتاج الواحد بأنه ياخذ مكملات غذائية إذا يعني هو يعني عرف أنه كيف يوزع الوجبات هاي، وكيف يقدر ياخذ الأشياء اللي يعني فيها نسبة الفيتامين سي في وجباته اليومية. طبعا لأنه إذا هو مش هياخد بس الفيتامين سي من الحمضيات، الخضار كمان فيها فيتامين سي، الطماطم، الخضروات الورقية الخضراء، فهو إذا أكل غذاء متوازن فهو حياخد احتياجاته من الفاكهة بالإضافة لمصادر أخرى. نعم هلا نيجي كمان ل استاذه هنادي، عفوا المقاطعه، انا عندي سؤال من احد الـ 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 على على يعني الرسائل النصيه. يقول انتم تتكلمون عن موضوع تقويه المناعه، كيف انا اعرف ان عندي مناعه في جسمي، مناعتي عاليه، وكيف بعرف اذا يعني مناعه الجسم عندي ناقصه؟ هلا الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف المناعة دائما تظهر عليهم أعراض، بيعانوا باستمرار من الضعف العام، بيكون عندهم حتى التئام الجروح بشكل صعب إذا تعرضوا لجروح، نعم هلا بيتعرضوا لالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي بشكل متكرر وباستمرار. هلا كل هاي الأشياء علامات على ضعف المناعة، بالتالي احنا لازم ينتبه على طريقة أكله، يراجع طريقة غذائه. هلأ الإنسان لازم يتناول غذاء متوازن من كافة المجموعات الغذائية، من الخضار، من الفاكهة، من البروتينات، من البقوليات. هلأ إذا كان في نقص في أي مجموعة من المجموعات بالتالي بيكون في عنده نقص في العناصر المعدنية والفيتامينات، بالتالي هذا كله بيأثر على جهازه المناعي. نعم شكرا، تفضلي. هلا نرجع كمان للأغذية الغنية اللي بتعزز اللي هو جهاز المناعي، منهم فيتامين ألف اللي هو بنقوله الكاروتينات، وهو يعتبر كمان من مضادات الأكسدة اللي بيعزز جهاز المناعة وبيحافظ على الأسطح المخاطية الدفاعية، وموجود كمان في الأغذية اللي هو بيميل لونها إلى اللون البرتقالي مثل الجزر، البطاطا الحلوة، المانجو، البرتقال. وكمان في عنا فيتامين إي اللي هو ها بيلعب دور منيح في تحسين مناعة الجسم. وليش هذا مفيد؟ بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، وهذا ممكن يتواجد في زيت الزيتون، الزيوت النباتية، والأفوكادو. فإحنا إذا تناول حتى بذور عباد الشمس، أي نوع من الزيوت النباتية، بنكون أخذنا احتياجاتنا كمان من فيتامين إي. فمثل ما أنت ملاحظ أخ عبد الله، معظم الأشياء إنه لو أخذت كميات قليلة منها فهي بتلبي احتياجاتنا. نعم هلا نيجي لمعدن الزنك.
والزنك كمان يعتبر عنصر أساسي في تكوين وعمل جهاز المناعة وزيادة الخلايا البيضاء المناعية. مصادره اللحوم، الحبوب الكاملة، البقوليات والمكسرات. هلأ بالنسبة للنباتيين ممكن ما يأكلوهم اللحوم، بالتالي بنوصيهم إنه الاستعاضة عنها بالبقوليات، بالتالي هو أخذ احتياجاته من الزنك، من فيتامين بي كومبلكس، من السيلينيوم، فكل هاي الأشياء ممكن هو يعوضها بطريقة أخرى. كمان عندنا عنصر السيلينيوم، كمان هو عنصر كتير مهم لعمل جهاز المناعة، فهو بيزيد من عدد الخلايا المناعية القاتلة في الجهاز المناعي، ونقصه بيؤدي إلى الإصابة بالعدوى. وهو موجود في البصل، بالثوم، باللحوم، بالأجبان، وكمان موجود في صفار البيض. هلأ نيجي كمان نتكلم عن الأوميجا 3. الأوميجا 3 هي كمان لها دور في تعزيز جهاز المناعة وكفاءة الخلايا المناعية، وكمان كان هناك في عدة دراسات أجروها على الأوميجا 3. منها كانت دراسة عملوها على الأطفال إنه كانوا يخلوهم يتناولوا نص معلقة من بذور الكتان يوميا لفترة من الزمن. لاحظوا إنه الأطفال اللي تناولوا بذور الكتان مقارنة مع الأطفال اللي ما تناولوها قلت غياباتهم عن المدرسة وقلت إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي. هلأ هاي بسبب وجود الأوميجا 3 بنسبة عالية في بذور الكتان. هلأ مو بس موجودة في بذور الكتان، هلأ ممكن يكون شوي يعني الأهالي يستصعبوا إعطائها للأطفال، فممكن يستخدموا استعادة عنها زيت الزيتون، الزيوت النباتية الثانية، الأفوكادو، حتى الأسماك الدهنية مثل السالمون نعم كمان فيها أوميجا 3. أستاذة هنادي، نحن دائما يوم نتكلم عن موضوع تقوية المناعة الجسم، وحتى يوم نتكلم عن موضوع التغذية تجينا استفسارات، وبالأخص يوم نتكلم عن موضوع زيت الزيتون، هل ممكن أني آخذ زيت الزيتون على الريق؟ هذا سؤال أحد المستمعين، و يعني موضوع طبخ زيت الزيتون، يعني مثلا هل ممكن نطبخ، يعني نستغني من الزيت العادي ونستبدله بزيت الزيتون، وكيف ممكن حصة الإنسان من زيت الزيتون يعني على الريق؟ اوكي، هلا زيت الزيتون ممكن اي وقت تاخده سواء كان على الريق او اضافته الى السلطات او مع يعني بعد طهي الطعام. هلا بدي اذكر معلومه كثير مهمه والناس دائما يعني بيسالوني عنها وممكن بيعملوا ممارسات خاطئه. هلا زيت الزيتون لا نستطيع الطبخ فيه، ما بنقدر نطبخ فيه لانه ما بيتعرض لدرجه حراره عاليه. هلا للديب كوكينج ما بنقدر نستخدمه، لكن لمثلا يعني مثلا قلي بيضه لفترات كثير بسيطه ممكن نستخدمه، لكن للطهي العميق ما بنقدر. هلا احتياجات الشخص تقريبا ممكن من معلقه الى 3 معالق زيت زيتون في اليوم. هلا الزيت هو عباره عن دهون، فتقريبا حيكون نسبه احتياجاته من الدهون هلا 30% من معدل السعرات الحراريه، تشمل الدهون اللي بياخدها من المصادر الحيوانية والمصادر النباتية ومن ضمنها زيت الزيتون. فهو لو أخذ معلقة كبيرة اللي هو 15 جرام في اليوم زيت الزيتون بيكون أخذ كمان على الأوميجا 3 وأخذ إن شاء الله الفائدة المرجوة. نعم أستاذة هنادي، طبعا الحديث عن موضوع التغذية وبالأخص في الوقت الحالي الأغذية اللي تقوي المناعة، أنا أتوقع اليوم ممكن أن الواحد يستفيد ويتثقف عن الأغذية اللي تزيد المناعة، ومثل ما ذكرتي أستاذة هنادي بأن يعني ما في داعي أن الواحد يلجأ إلى موضوع المكملات الغذائية أو ياخذ أشياء ممكن تزيد المناعة عنده بشكل كثير. ممكن أنه يتثقف وممكن أنه يستفيد من الأشياء اللي موجودة عنده في البيت، الأكل اللي موجود عنده من البيت، على أساس أنه أهم شيء مثل ما ذكرتي أستاذة هنادي أن ثقافة الإنسان لابد أن تكون كبيرة، ويعرف كيف يستفيد من الأشياء اللي موجودة في البيت على أساس أنه يستفيد منها لتقوية المناعة. أستاذة هنادي حسني، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك وشكرا على المعلومات الجميلة هاي. أهلا وسهلا، الحمد لله، حياك. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون أيضا، نحن لو مثل ما تعرفون خلال الفترة هاي
عندنا فقرات كثيرة وعندنا برامج متنوعة عن موضوع الكورونا فيروس والوقاية من هذا الفيروس. بناخذ معاكم فاصل إن شاء الله وراجعين بتكون معانا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة في دبي. ففاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أحب أن أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تعرفون الفترة الحالية هناك الكثير من الحملات التوعوية ضد كورونا فيروس، وهي أيضا حملة عالمية تقودها أشهر لاعبي العالم. انضمت الفيفا وهي الهيئة الدولية التي تنظم رياضة كرة القدم إلى منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكورونا فيروس المعروف باسم COVID-19 من خلال إطلاق حملة توعية جديدة يقودها أشهر لاعبي كرة القدم حول العالم من أجل دعوة جميع الناس في شتى أنحاء العالم إلى اتباع الخطوات الرئيسية الخمس لوقف انتشار المرض. مستمعينا الأعزاء، الخطوات الخمس المهمة اللي لابد أن نحن كلنا نعرفها خلال الفترة هاي، وهي المتمثلة في غسل اليدين بشكل مستمر، آداب السعال وتجنب لمس الوجه، والتباعد الاجتماعي، واللزوم يعني اللزوم البيت، الجلوس في البيت. وأيضا حديث الساعة مستمعينا الأعزاء حول العالم الآن عن الكورونا فيروس، والوقاية دائما خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما تجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى هيئة الصحة بدبي منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي دائما تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي أيضا بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية الحالية المتصلة بكورونا فيروس، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا بجميع التدابير اللازمة لهذا المرض. مستمعين الأعزاء، حول هذا الموضوع المهم يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. الله يحييك دكتورة. في البداية أحب أني أشكركم الحقيقة، يعني إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، على جهودكم الجبارة الحقيقة وجهودكم الكبيرة في موضوع التوعية، والتوعية من جميع الجوانب بما يخص الكورونا فيروس. دكتورة، نود في البداية يعني تنشيط معلوماتنا ومعلومات المستمعين الأعزاء عن الكورونا فيروس وأعراضه. هو مرض الكورونا، الفيروس الكورونا المستجد، هو فيروس يتبع عائلة كبيرة من الكورونا، هو فقط سلالة جديدة تم اكتشافها في أواخر 2019، وأدى هذا الشيء إلى انتشارها حاليا مثل ما نشوف في جميع دول العالم. أعراضها أعراض تشبه أعراض أي حالة إنفلونزا عادية، من الحمى، الكحة، آلام في الحلق وغيرها. يعني جدا صعب إن إحنا نميز ما بينها وما بين أعراض الإنفلونزا العادية. نعم. أيضا دكتورة، يعني من خلال حديثك يعني بخصوص هذا الموضوع، في تساؤلات كثيرة، لأن تقارب الأعراض اللي يعني إذا كانت أعراض الإنفلونزا والأعراض الكورونا فيروس متقاربة ويصعب في بعض الحالات معرفتها. فعندي أحد المستمعين يسأل، متى ممكن أنا أقرر أني أحتاج أني أسير إلى مركز صحي لعمل فحص؟ طبعا حاليا المعايير اللي تخلينا إحنا نسوي فحص الكورونا، إذا كان الشخص قادم من السفر في آخر أسبوعين،
أو إذا كان مخالط لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها بمرض كوفيد 19. وطبعاً إذا كانت عنده أعراض تنفسية جداً يعني مش الأعراض العادية، أعراض شوية أكثر خطورة، متعبت لنا أكثر من كذي، إحنا ننصح بعدين في هذا الوقت إنه يروح للطبيب أقرب مركز طبي ويعمل الفحوصات اللازمة. ولكن بعد مش بالضرورة إن الطبيب راح يسوي له فحص الكورونا، راح الطبيب هناك راح يقيم الفحص إذا كانت عنده الأعراض. أما إذا كان جاي من السفر أو مخالط فهني مع الأعراض فإحنا هني بنسوي له فحص الكورونا. نعم دكتورة، مثل ما تعرفين بأن يعني اليوم هناك توجه من الدولة بخصوص موضوع الالتزام في البيت، أهمية الالتزام دكتورة هند بعدم الخروج إلى الشارع خلال فترة التعقيم المحددة اللي هي من 8 مساء وحتى 6 صباحا، تحدثينا شوية الجوانب الصحية في هذا الموضوع أو في هذا الالتزام. طبعا أول شيء إحنا لازم نساعد الحكومات في عمل دورها. احنا الطريقه اللي احنا نقدر نساعدهم فيها ان احنا نلزم في بيوتنا خلال هاي الفتره عشان احنا نسمح لهم ونعطيهم الوقت الكافي ان هم يسوون شغلهم في تعقيم الشوارع والمنشآت وكل شيء. ثانيا احنا لازم نلزم في بيوتنا عشان عده اسباب. اولا احنا نبي نقلل من اختلاطنا بباقي افراد المجتمع، لان اولا اذا كان عندك مرض كورونا المستجد وما عارف ان عندك هذا المرض وانت خالطت مجموعه كبيره من الناس، فانت بهاي الطريقه تساهمت انك انت نشرت المرض. لكن اذا انت التزمت وقعدت في البيت للفتره الزمنيه اللي حددناها فانت بهاي الطريقه تقلل من عدد الاشخاص المشتبه فيهم. نعم. ان راح ييهم المرض اذا لا سمح الله كان عندك المرض. وبعدين بهاي الطريقه احنا راح نكسر من سلسلة انتشار المرض. كل واحد إذا التزم في بيته في خلال هاي الفترة الزمنية، اللي عنده المرض راح تظهر عليه الأعراض ويروح لمركز طبي، الأشخاص المرضى في المستشفى راح يأخذون وقتهم في الشفاء، الطاقم الطبي راح يقدر يركز على هذه الفئة، وإحنا بهاي الطريقة راح نقلل من عدد الحالات المكتشفة في الدولة. نعم أيضا دكتورة هند، يعني نبغى ننوه للمستمعين الأعزاء بأن يعني الساعات اللي هي مش ساعات الحظر اللي هي بعد 6 هاي فقط للضرورة، أصحاب العمل الأعمال اللي تم تصنيفها يعني إنه ممكن يطلعون برا البيت. فالإنسان إذا ما عنده حاجة إنه يطلع برا البيت وحتى لو هي ما كانت ساعات الحظر، فمن المفروض إنه يكون موجود في البيت. مثل ما أنت تفضلتي دكتورة بأن الأفضل إنه يتم موجود في البيت، ونحن اليوم نقول دائما وجود الناس في البيت، وجودك أنت في البيت ومتبع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية، أنت سبب في نجاح عمل باقي الفرق دكتورة. مثل ما ذكرتي سبب بيكون في نجاح عمل الأطباء، عمل التمريض، عمل جميع الفرق اللي تشتغل ليل ونهار لتقليل انتشار هذا الفيروس. بالضبط. نعم دكتورة، طبعا أيضا بخصوص موضوع العادات والعادات الاجتماعية وخاصة المرتبطة يعني سواء فينا نحن مواطنين وايضا في يعني المقيمين على ارض دولة الامارات العربية، الكثير من العادات اللي هي التقارب الاجتماعي، الزيارات. اليوم نحن نناشد ونطلب من الجميع يعني الابتعاد عن هاي التصرفات خلال هاي الفترة. شو أهمية التغلب على العادات الاجتماعية وخاصة دكتورة المرتبطة باللقاءات المفتوحة والعائلية خلال هاي الفترة؟ طبعا احنا يوم قلنا للافراد ان خلكم في بيتكم، احنا ما كنا نقصد ان خلكم في بيتكم وسووا تجمعاتكم في بيتكم وسووا التجمعات الكبيره والعائليه. هذه فكره صح. الواحد يظل في بيته انه يقلل احتكاك بباقي افراد المجتمع، وهذا الاحتكاك ايضا يشمل افراد عائلتهم. يعني احنا لما نتكلم عن التباعد الاجتماعي نتكلم ان حتى لو كانوا الاشخاص ساكنين في منزل
منزل واحد، لازم هم يحافظون على مسافة كافية بينهم وبين الشخص الثاني، لأن الحين وصلنا لمرحلة الواحد ما يعرف هل هو عنده المرض أو ما عنده المرض، لأن حضانة المرض تأخذ 14 يوم. فإحنا لازم نتعامل إن في احتمالية إن يكون فينا المرض وإحنا مو عارفين، ما طلعت علينا الأعراف بعدها. نعم، وهاي جانب نعم، وهذا جانب دكتورة كثير مهم، لابد أن يعني أفراد المجتمع الناس تعرف بأن حضانة الفيروس 14 يوم. ممكن يكون أنت عندك الفيروس ولكن ما عندك الأعراض، فكثر ما تكون أنت بعيد عن الشخص الثاني معناته أن أنت تقلل من يعني إصابته هذا لهذه العدوى. طبعاً أنا يوم أقول ما عنده أعراض مو معناته أن في ناس ما تظهر عليهم الأعراض، لا. نعم. تظهر عليهم الأعراض، يكون فيهم المرض وتظهر عليهم الأعراض في وقت لاحق، لكن مو معناته أن هذا المرض في ناس يكونون حاملين لهذا المرض بدون أعراض. في فرق بين المرض يكون بدون أعراض أو الأعراض تظهر عليه لاحقا. فأنا نعم. اللي أتكلم عنه أن الأعراض سوف تظهر لاحقا، فإحنا نبي نقلل من المدى الأشخاص المخالطين لك. فإحنا دائما ننصح وننوه الاجتماعات العائلية كنسلوها، أنتوا في أفراد البيت الواحد بعد حاولوا أنكم ما تتجمعون في صالة واحدة، العادات الأكل من صحن واحد هذه نلغيها هاي الفترة، وكل واحد يلتزم أن يكون له طبق الخاص، ما نتشارك أغراضنا الشخصية، ما نتشارك أدوات أكلنا. يفضل طبعا كل واحد يكون له حمام الخاص، وإذا ما صار الحمام يتعقم بين فترة والثانية، خصوصا إذا كان في البيت شخص كبير في السن أو شخص عنده أمراض مزمنة أو شخص عنده ضعف في المناعة لأي سبب كان، هاي الفئة إحنا لازم نحتاط أكثر فيهم. يعني إحنا هاي النصايح بعد مش حق الشخص لنفسه، لكن لا لنفسه، لعائلته، لمجتمعه، إن هذه الحين إحنا في فترة جدا حرجة وكل الجهات قاعدة تتعاون وكل دول العالم تتعاون، فإحنا كلنا بعد إحنا كأفراد عندنا مسؤولية مجتمعية إن إحنا لازم نحافظ، مش فقط نفكر في أنفسنا، لا، إحنا نفكر في أنفسنا وغيرنا ومجتمعنا ودولتنا والعالم كله. صح دكتورة. دكتورة عندي مداخلة، أحد المستمعين يقول هل بالإمكان أن خلال يعني مش ساعات الحظر اللي هي فترة الصباح يزور والدته؟ طبعا والدته تعتبر من الفئة الكبيرة في العمر، فهو إذا يبي يزورها يتأكد أنه يتبع إجراءات الوقائية، يحافظ على مسافة كافية بينه وبينها، ما يسلم عليها بملامستها أو تقبيلها، ويفضل بعد الوالدة تكون لابسة كمام عشان بعد نحميها زيادة في الحماية حقها هي، بعد نتجنب أن نقعد وايد قريب منها. يقدر يزورها بس يحافظ على هاي النصايح. نعم دكتورة، أيضا من يعني الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة بشكل عام، دعوة أفراد المجتمع بتجنب أماكن الزحام والتجمعات، ما أهمية ذلك؟ أهمية ذلك إن إحنا نبي إن هذا المرض ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث، وهذا الرذاذ يعني ما يصير إلا إذا كان الشخص قريب من الشخص الثاني. فإحنا لما نقول لا تروحون للتجمعات الكبيرة، لا تقعدون جنب بعض، هذا عشان إحنا نبي نكسر من سلسلة انتقال العدوى. فحاليا طبعا ما في أي تجمعات إلا التجمعات اللي تصير في المنازل، فإحنا حتى هذه بعد نبي نلغيها من حياتنا في الفترة الحالية. نعم دكتورة، أنت يوم تكلمين عن موضوع، لأن هناك عندي أيضا أكثر من استفسار، موضوع تجمع في البيت، يعني إذا كانت أسرة واحدة والأسرة هاي يعني من 6 أشخاص، اللي مفروض أنه حتى يعني مثل ما ذكرنا في البداية تكون يعني يكون وجودهم وتحركهم بالبيت بالشكل المفروض أنه يكون، والمسافات اللي مفروض أنه تكون، على أساس أنه أيضا ما نخلي نحن هناك ممكن يكون سبب بأنه يكون لا قدر الله إذا كان هو عند المرض أو بعده ما طالع عليه الأعراض، فمن المفروض أنه يكون أيضا يأخذون بعين الاعتبار هاي الإجراءات الاحترازية. بالضبط، يعني مثل ما قلت لك الحين كل واحد لازم يعتبر نفسه أنه يمكن هو عنده المرض يمكن ما عنده المرض،
فيعامل نفسه بهذه الطريقة. معناته أنت لازم تحافظ على مسافة كافية حتى لو كنتوا في بيت واحد، لا تقعدون على قنفة واحدة، طاولة الطعام خلوا بينكم وبين الثاني مسافة، أغراضكم لا تتشاركونها، حافظوا على نظافة البيت وتعقيمه باستمرار بين فترة وثانية، نظافة يدينكم جدا مهمة. إذا الشخص اضطر يخرج أو يرجع طبعا في يتأكد أن الأغراض اللي يبها تكون نظيفة، يشيلها من أكياسها يحطها يعني في البيت بدون أكياسها اللي جايبينها من برا. الحذاء اللي لابسنه يتأكد أن يحطه في مكان، طبعا إحنا نفضل يحطه في مكان خارج المنزل، وبعدين يعقمه. الثياب اللي يكون لابسنها يحطها في سلة الغسيل. الأغراض اللي جايبينها يتأكد أنه ما شحنها ومنصنها ومعقمنها قبل ما يدخلها في البيت. نعم. أيضا دكتورة هناكي سؤال بخصوص موضوع الذهاب إلى يعني الجمعيات التعاونية أو الأماكن الثانية لشراء يعني مستلزمات الضرورية للبيت. لو نتكلم في هذا الموضوع، وأيضا هناك طبعا مخالفة في حالة إذا الشخص يعني احتاج أن يصير الجمعية، شو الإجراءات اللي مفروض يتخذها دكتورة هند؟ طبعا اول شيء احنا ننصحهم انهم يقللون من الذهاب للجمعيه، يعني ما تروح كل يوم الجمعيه، حاول تخصص روحتك للجمعيه على الاقل مره في الاسبوع، وتاخذ الاغراض اللي تحتاجها لهذا الاسبوع، يعني ما له داعي المبالغه في شراء الاغراض وتكديسها. واحنا ما راح يعني اذا انت عارف نفسك انك ما راح تستعمل هذا الغرض خلال اسبوع، فما له داعي انك تاخذ هذا الغرض. ثانيا لما انت تروح الجمعيه تتاكد ان العربه اللي انت ماخذنها معقمه نظيفه، الاغراض اللي تحافظ على مسافه كافيه بينك وبين الاشخاص الموجودين في الجمعيه. طبعا احنا ما ننصح كبار السن يروحون للجمعيه، اصحاب الامراض المزمنه وضعف المناعه ما يروحون الجمعيه، يكلفون شخص ثاني بالذهاب للجمعيه وشراء احتياجاتهم. وأنت في الجمعية هناك حافظ على مسافة كافية بينك وبين الشخص الثاني، وخصوصا عند الكاشير ما تأخذ. نعم. إلا الأشياء اللي تحتاجها خلال هذا الأسبوع وعدم المبالغة في الشراء. نعم. وأيضا دكتورة يعني مثل ما ذكرتي أن يعني ما يحتاج أن الإنسان يبالغ في موضوع مشترياته اليومية، لأن الحمد لله رب العالمين الجمعيات موجودة والبقالات موجودة، وأيضا مثل ما تعرفين بأن مفتوحة 24 ساعة، فالواحد بإمكانه أن يعني يطلع في الأوقات اللي مسموحة أنه يطلع، ومثل ما تفضلتي دكتورة بأن يشتري الأشياء اللي يحتاجها ويحاول يخليها بشكل أسبوعي، بحيث أنه يعني ما يعرض نفسه ويعرض الآخرين للخطر. بالضبط. وأيضا هاي ثقافة يعني دكتورة لو نتكلم عنها شوية، يمكن قبل نحن في الأوقات الطبيعية ممكن يطلع الجمعية، ممكن يطلع الأب ويشيل معاه مثلا الأم والأطفال، وأصبحت الجمعيات اليوم وجودها في بعض الأماكن فيها أشياء ترفيهية، فيها محلات ثانية، فالواحد كان يستغل أنه يشتري أغراض الجمعية ويسير أماكن ثانية إذا احتاج أنه يأخذ شيء. لو نتحدث في هذا الجانب دكتور، أن اليوم نخلي نحن طلعتنا فقط خاصة لشيء معين، أني أنا أسير أخذه وأرجع البيت بدون ما أني أخذ معاي أنا شخص ثاني، فقط بس على أساس أن احتمال هذا الشخص يحتاج شيء آخر. طبعا مثل ما أنت ذكرت المستمع لنقطة وايد مهمة، أن شخص واحد فقط يروح للجمعية ما له داعي يأخذ الأطفال للجمعية، يعني شخص واحد ينوب عن المنزل ويروح يأخذ الأغراض، ويفضل تكون روحة أسبوعية فقط. نعم دكتورة، طبعا كل الكلام اللي انت تفضلتي فيه يعني كلام مهم وأمور ضرورية جدا، ما فيها تهاون. أنا أقول ضم صوتي مع صوتك اليوم أقول ما في تهاون، لأن الفترة هاي مثل ما ذكرتي بأن ممكن الواحد يكون مصاب ولكنه ما يعرف أنه مصاب، فالأفضل بأن يعني يأخذ كل الإجراءات والاحتياطات وما يكون في تهاون الحقيقة في هاي الإجراءات والتعليمات اللي موجودة سواء كان خارج البيت أو داخل البيت. دكتورة هند، لو تعطينا يعني آخر نصيحة لمستمعينا الأعزاء خلال هذا الموضوع.
طبعا أنا حابة أذكر المستمعين إن أي إجراء تتخذها الدولة والجهات المعنية هذا كله يصب في مصلحة وسلامة أفراد المجتمع ككل، فإحنا لازم بعد نتعاون معاهم ونساعدهم، والطريقة الحالية اللي إحنا نقدر نساعدهم فيها إن إحنا نظل في بيوتنا ونحافظ على أنفسنا، وبهاي الطريقة إحنا راح نكسر من سلسلة انتشار العدوى. نعم دكتورة هند العوضي، دكتورة هند رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة، شكرا لك الحقيقة، كل الشكر والتقدير لفريق العمل معك لعملكم الجبار المستمر خلال الساعة في موضوع التوعية، شكرا لك. مع السلامة. الله يحييك دكتورة، شكرا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تحدثنا اليوم وتكلمت الدكتورة هند العوضي، وأيضا من خلال فقرة التوعية اللي تكلمنا عنها عن التغذية اللي ممكن من خلالها يزيد التوعية بالنسبة للصحة العامة، مهم جدا الفترة الحالية الثقافة العامة، مهم جدا أيضا ثقافة الأطفال بخصوص موضوع الكورونا فيروس، لابد أن يكونون على علم شو اللي صار الحين من خلال المعلومات اللي يحتاجونها من الآباء والأمهات. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أحب أني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفريق عملي المبدع في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، وفي الإعداد الأستاذ يوسف سعد، ومخرجي المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، كنت معاكم أنا عبد الله جمعة، ونلقاكم إن شاء الله غدا، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.